الزي بلانر موديول هو أونلاين أكتيفيتي بلانينج تول بيغطي كل القصور في برامج التخطيط الحالية. لأني أقدر أشارك البرنامج الزمني بتاعي والأنشطة الجاي من إدارة التخطيط والمتابعة وأشوف الفول جانت تشارت للمشروع بعلاقاته بالديوريشن بالبروجرس، كل ده بيكون أونلاين. كمان برفع البيز لاينز والأبديتس، أي تعديلات بتتم، بالإضافة لإني أقدر أخد من الموقع نسب الإنجاز الموجودة الأبديتس بتاعها، كل ده بيتجمع أونلاين بدون أي حاجة لسوفتويرز إضافية وبأسعار خرافية. والنظام قادر على دمج واستيعاب الأكتيفيتي بلانينج مع البرامج الشهيرة زي بريمافيرا أو مايكروسوفت بروجكت من الاتجاهين، فايس فيرس، بمعنى أني ممكن أسحب من البريمافيرا نسخة كاملة من البرنامج الزمني والأنشطة وأعدل عليها فول إديتابل فيرجن وأرجع أرجعها تاني للبريمافيرا إذا لازم الأمر أو أستوردها، مفيش أي مشكلة. النقطة التنافسية في موديول الزي بلانر هي الفايف دي، أن أقدر أربط بنود العميل أو العقد كبي أو كيو آيتمز مع الأنشطة الموجودة عندي بحيث يقلل أي خطأ بشري، لأني بوزع الريسورسز بكميات لا تتعدى الكميات التعاقدية، فأقدر أشوف شاشة الكميات المستخدمة. بعد ما سعرت دراسات العميل، قدمت العقد، كسبت المناقصة عن طريق بنود العميل اللي سعرتها باستخدام الريسورسز المتاحة بتاعتي، خامات، معدات، مقاولين باطن، عمالة وخلافه، وبعد ما ربطتها مع الأنشطة أقدر بسهولة أشوف الكميات اللي أنا محتاجها كاملة طول فترة المشروع وأسعارها واستهلاكاتها والإسكيرف بتاعي، الكاش فلو، الفلوس المطلوبة مني طول فترة المشروع عشان أقدر أمونيتور وأبلان احتياجاتي بشكل صحيح. كمان الفورتي هي ربطة البيم موديل مع البرنامج الزمني، لأن بعد سنين خبرة في مجال التخطيط والمتابعة للمشاريع اكتشفنا أني ببقى باصص قدامي على برنامج زمني عبارة عن خطوط كتير داخلة في بعضها ولوح 2D ومش قادر أتخيل الوضع. الفورد سكيدول بيمكنني ان انا اتفرج على خطوات البناء الكونستراكشن سيكونس من البدايه للنهايه قبل ما اي حاجه تحصل في الواقع، فاحاكي المشاكل قبل ما تحصل واواجهها في الحقيقه، واقدر اديتكت اسرع طريقه للكونستراكشن.